تعاني فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق من غياب قيادة توجهها وترقب أنشطتها، وذلك منذ الثالث من كانون الثاني 2020. منذ ذلك اليوم تسبب هجوم بطائرة مسيرة أمريكية على موكب قرب مطار بغداد بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس خللا في بوصلة توجيه الفصائل التي أصبحت تتخبط في اتخاذ القرارات، خصوصا وأن المهندس كان هو من يسيطر على تلك الفصائل وصاحب الكلمة الفصل في كل أمر متعلق بها، وكان بمثابة عامل توازن في العلاقة بينها وبين الحكومة العراقية. وفي ضوء هذا الغياب، فأن مؤشرات وجود خلافات بين تلك الفصائل ظهرت على السطح. يقول مراقبون أن إلقاء الحكومة العراقية القبض على القيادي في الحشد قاسم مصلح قد سلط الضوء على قسم من هذه الخلافات، حيث رفض قسم من الفصائل اقتحام المنطقة الخضراء، في حين كانت أخرى تدفع نحو تصعيد الموقف ضد الحكومة. يقول مصدر مقرب من مكتب الكاظمي لوان نيوز أن الخلاف بدأ بالظهور بعد تشكيل لجنة تنسيق المقاومة في الأشهر الأخيرة. التسريبات التي وردت لوان نيوز تشير إلى أن أبو فدك كان ضد فكرة تشكيل لجنة تنسيقية أو على الأقل الانضمام إليها، وهذا ما دفعه للتخلف عن حضور لقاءات تشكيل اللجنة وحضر اجتماعا واحدا فقط من لقاءاتها. هذه المعارضة والتخلف عن الحضور مثلت محاولات بعض الفصائل الموالية لإيران لتشكيل مجلس شورى المقاومة ضمن هيئة الحشد. ورغم إصرار أبو فدك على رفضه لتشكيل هيئة تنسيقية بين الفصائل والحشد، إلا أن جانب التنسيق المركزي في قيادة قوات الحشد غائب تماما، لأن جانب المركزية التي تتمتع بها هذه الفصائل كانت فقط تحت قيادة المهندس. وعلى النقيض من ذلك، فإن غياب تلك المركزية قد يكون سببا لبعض الخلافات التي تشكل عامل ضعف لها، وربما ستجعلها في دائرة المواجهة مع الكاظمي وواشنطن آجلا أم عاجلا.